كنت نخدم العلمه نروح بالسبرين تركض منها عندي شعب يجي السلعه منها ونكون جاي هذاك السوق تاع العلمه فيه لي صافير كان عندي مليون ولا غير عندي مليون ندور قلت لازم ندير افير وين بزنس على روحي مليون يجيب لي 200000 200 يجيب لي 400 وراني نطوفه ندور لقيت واحد التيبو فيه قرع القرع فاردو فيه 12 قرع وزعما بلي كولير قرع زعما دير فيها الحليب وحده دير فيها البن وحده الجي وحده كذا 17000 جمله والغاشي بركله واحد ضم القرع تاع البيسبول با يسرع بالربعه عين ديال القرع وانا مع البيسيب ندير عندي مليون عطيهم لي قرع ما تعشاش اني جاي نكمل الحكايه تاع القرع شويه اللي كليناهم تاع العلمه اسمع حمادي 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 تخيل من العلمة من العلمة جاي بريمير خوتي يتكسروا عيط للمرا قلت لها تري فيها هنا خلاص سي بون دوك مقرا نهبلو جاي وحده وحده لحقتهم هنايا شي كان 17000 جمله للقرعة كريفه وكاع طلعت كريفه وكاع عملنا المراه قلت لها ما تحلبيش الجيران كذا راح نترفو تولي تخوسي معاهم بالحطبه سي بون غدو من ذاك قلت لي نهبطو نشوموهم انا قلت اضعف الايمان بيهم 3000 الله ما تجيش راني جاي قلت اضعف الايمان بيهم 3000 القرعة الله المراه شدتني هكذايا وهابطين والاحلام نشرو سكودا بولو شيبا هي لي لون افير والله شابي خلاص هابطين رحنا ليبيا غالي كاع في لو موند تاع عمان الحاجة هذيك بدا مع عثمان بن عفان مغرف 400000 هبطنا هو مرحبا بكم كذا وحنا قاعدين المرة نقزتني يبيع في قراع كيما تاوي ودي تنصفك هو كان يغلى في واحد الكابل قلت له الحاج قلت له قرع شحال يديروا هو كان يخلص كابو وقرع منا ديميل انا درت هذا زاد قلت له لا القرع قال لي ديميل يا ودي قلت له كيف ديميل جيت نصوتي فوق المعان هكذا لفتها قلت له هادو قال لي ديميل انا قلت له خويا علاه كيف علاه قال لي واش يديروا خلاص عرفت مات المرأة اللي تشوف فيها ظلمة كرهتها ندمت لي تزوج قلت بزاف صوالح واش بنت هي واحد هبطنا على المارشي مياو واحد مارشي قعد عاقل واحد مياو هي على بالي مارشي تبعد عاقل يعطيك فاردو خويا واش بيك تعال لي هاك فاردو قسما بالله مرت خويا شات عليا قرا عطيتها 11 باطل فريجيدا تاعي كاع قرا الحين الخضره الدواء غير قرا